بعمل اللايف دوت عزاء للشيخ احمد القطان عليه رحمه الله، يعني له فضل علي كبير جدا جدا في اول التزامي، وسبب اساسي من اسباب يعني ثباتي على التوبه وطريق ربنا. يعني يعتبر الشيخ القطان هو الشيخ كشك التاني، وانا والدي عليه رحمه الله كان يعني من محبين الشيخ كشك، لدرجه انه كان مفرغ المحاضرات بتاعته ومفرغ شرايط الكاسيت بتاعته في اجنده. فلما سمعنا الشيخ القطان بقيت انا ووالدي اقول له شفت ده الشيخ كشك التاني، يعني عليه رحمه الله له باع كبير في الدعوه وله باع كبير في 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 في, في الدفاع عن قضيه فلسطين، اللهم بارك. يعني النقطه الثانيه، الكلمه اللي قالها الشيخ القطان في اول التزامي، وكانت يعني من الحاجات اللي كانت اساسيه في تثبيتي، لما بيقول يريد ان يعايروني بماضيه وان انا كنت قبل كده مش ملتزم، فوالله انا الان في كل موقف من المواقف وكل ارض انا خطيتها قبل الالتزام انا بخطيها بعد الالتزام بعمل صالح وتوبه. فطبعا الحاجات دي بتثبت الواحد، والحاجات دي تدينا امل في التوبه والعوده الى الله سبحانه وتعالى. ومهما عملت طالما ما اشركتش بالله، الله سبحانه وتعالى يقبل توبتك. أدعو الله سبحانه وتعالى يجعل يا رب يعني اللي عمله الشيخ أحمد القطان عليه رحمة الله في ميزان حسناته، ويجعل يا رب الليلة من أفضل لياليه، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويجزيه عني خير الجزاء، اللهم أمين. يعني أنا الواحد صراحة لما يتذكر يعني الموت، المفروض إن احنا أكثره من ذكر هادم اللذات، والنبي عليه الصلاة والسلام وصانا ان احنا نتذكر الموت. الموت هو الغيبية الوحيدة اللي موجودة في عصرنا دلوقتي وبنشوفها بعينين. كل الغيبيات مش شايفينها، يعني مش شايفين الجنة بس مؤمنين بيها، مش شايفين النار بس مؤمنين بيه، مش شايفين الملائكة بس مؤمنين بيها. والله في ناس بتشوف ملائكة ولكن الغيبية الوحيدة هي الموت. فالمفروض ان احنا عند الموت نتعظ ونجعل يا رب ده بدايه عهد جديد مع ربنا، وبدايه طاعه جديده مع ربنا سبحانه وتعالى. غفر الله للشيخ احمد القطان، غفر الله للشيخ احمد القطان وكل يا رب مشايخنا وكل الصالحين، والحقنا بهم على خير، اللهم امين، في الفردوس الاعلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنا هلقاكم تقريبا بعد أقل من 10 دقايق على قناة وطن يا جماعة، وعلى صفحة هلا سمير. هنا هنتكلم النهاردة في موضوع مهم جدا عن البنات، فياريت كله يجي ونسمع اتصالاتكم، وعشر دقايق وانتظروني. ياريت تدعي لابني معاذ، ربنا يهديه. حاضر يا داليا، الله يهدي لك ابنك يا رب، اللهم أمين. الرقم الخاص هتلاقوه موجود على الصفحة، طرق التواصل بتاعتي. ماليش اي صفحة على الفيس ولا اي صفحة غير الصفحة الموثقة والصفحة اللي عليها 5 مليون متابع، ماليش اي صفحة انتمي ليها الا دوت، واي ناس بيتكلمكم دولت ماليش علاقة بيهم. ربنا يا رب يكرمكم ويثبتكم ويحسن لنا الخاتمة، ويسخر لنا يا رب، يسخر لنا من يدعو لنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك رب سميع قريب الدعوات، اللهم أمين.